الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده حلقتي معاكم وكلامي معاكم على شويه حاجات صغيره. ايه رايكم في المنظر اللي انا شايفاه، اللي انتوا شايفينه ده معايا؟ طبعا نضيف والمكان زي الفل ومتروق وتمام التمام. هروح انشر الغسيل واجيب الغسيل من تاني من على الحبل واجي اوريكم حاجه تانية. بصوا بقى، انا نشرت الغسيل ولميت الغسيل التاني، ممكن اسيبه كده، وناس كتير جدا ممكن يسيبوه يكسلوا ويزهق، وبعدين مع انه مش هياخد منك 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير هتظبطيه. هنيجي هنفرز كل حاجة، الهدوم الداخلية والفوط، الهدوم بتاعتنا، كل حاجة على جنب ونطبقها، مش هتاخد منك 5 دقايق كده. بعد ما طبقت الغسيل خلاص كل حاجة فرزتها وحطتها، خلاص ما فضلش اي حاجة، هروح ادخلهم في مكانهم وارجع اوريكم ازاي الدنيا بقت. بقى الدنيا رأيت ازاي؟ ما خدتش مني وقت، على طول خلصته ودخلته في مكان، ودلوقتي خلاص انا مستريح، ما فيش ورايا حاجة. يلا ان شاء الله تستفادوا من الفيديو بتاعي. السلام عليكم ورحمة الله.